طيب رجعنا تاني مرة أخرى الكابتن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر. يا كابتن محمد مشرف مرة أخرى، وقول لي إيه هي المشكلة اللي هتواجه بروكسي قبل مواجهة نادي الزمالك بعد تحديد الميعاد النهاردة، الميعاد الجديد للمباراة؟ أنت حضرتك عارف إن إحنا كان عندنا الدوري بتاعنا وانتهى بقاله فترة كبيرة، وإحنا اتفاجئنا قبل ماتش الزمالك ب 48 ساعة إن جالنا التأجيل. طب يا جماعه ادونا التاجيل، قولوا لنا الميعاد امتى عشان خاطر نعرف احنا المفروض احنا في دلوقتي الموسم انتهى، فلازم اللعيبه تاخد فتره راحه عشان الموسم الجديد. فمحدش ادانا اي حاجه ولا حد اتكلم معانا باي شيء خالص. تمام. بكره بعده وبكره بعده هنطلع لكم القرار. اتفاجئنا النهارده ان القرار طلع النهارده. انا كنت كان عندي مباراه وديه مع الاسماعيلي من ثلاث ايام. عملت الماتش وقلت يا جماعه قلنا هتلعب من يوم 12 ليوم 14. هتلعب الماتش بتاعك. فاتفاجئت لحد خلاص ما المنتخب خلص الماتش بتاعه والحمد لله ربنا كرمه وكان فيه نتائج كويسه للمنتخب، فكناش راضيين نتكلم ولا نقول حاجه خالص، اهم حاجه منتخب مصر وده رقم واحد بالنسبه لنا كلنا. فالنهارده اتفاجئنا اللي جاي الخطاب اللي احنا هنلعبه يوم 18/7. طب 18/7 ازاي يا جماعه واحنا دي في فتره اعداد وفي اللعيبه عندنا، انا عندي لعيبه اجانب روحت بلدها سافرت بلدها خدوا شهر اجازه، وعندي لعيبه انتهت عقدها، وعندي لعيبه كانت اعارات المفروض راح الانديه بتاعتها هيبدا في اول شهر 7 فتره الاعداد، هيجي يلعب معايا ولا هيروح يشتغل مع فرقته اللي هو راح لها خلاص؟ طبيعي هيروح لفرقته. طيب طب انا هكمل ماتش ازاي؟ يعني انا دلوقتي انت بتدور دلوقتي دورت لفرقه الزمالك مثلا اللي هي في وقت ما تشوف مقصود ما تبقاش مزنوقه مش عارف ايه، طب ما انت ترحل ماتش، رحل ماتش من الماتشات اللي هتتلعب دي ولعب دي 14 ولا 15 والموضوع خلص، ما هي هي. صحيح. طب انتوا ليه جايين علينا احنا؟ واحنا يعني احنا ذنبنا ايه مثلا؟ وانت الفتره اللي انت قعدتها لي بعد الدوري بتاعي قعدت شهر ونص اتمرن على ماتش الكاس العبه، كل المصاريف دي والتكلفه دي راحت فين؟ من ماتشات وديه، من معسكر، من فندق، من الكلام ده كله، من ملاعب، طب ده كله كان لازمته ايه؟ وبعد كده ترجع تاني تقول لي ده لسه بعد شهر هتلعب الماتش بتاعك؟ طب انا العب الماتش ازاي؟ العب بمين؟ يعني انا دلوقتي انا عندي مشكله مش عارف اعمل فيها ايه؟ انت كده عندي لاعب. انت كده يا كابتن محمد المفروض معاك في قائمتك كام لاعب؟ انا معايا 17 واحد اللي فاضلين من الفرقه. غير بقى لسه بقى عندي اجانب سافروا، يعني مش هكمل 12 13 لعيب. يعني انت مش هتكمل بالدكه كمان يعني؟ مش هيكمل معايا، مش معايا اسكور كامل. يعني مش معايا اسكور كامل للماتش. طب يا جماعه طب خلاص طب خلوا الماتش ده في السنه الجديده في شهر 9 في السنه الجديده بعد القدم يفتح وعادي، يعني مش 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 الماتش ده اللي هيعطل الدنيا كلها يقول لك لا لازم نلعبه دور الاثنين تلعب كله مع بعض، طب ما انت ما لعبتنيش في الوقت بتاعي، يعني الوقت بتاعي انت ما لعبتنيش، يعني اربع لعيبه مع نادي الزمالك هيأثروا مع النادي الزمالك اربع لعيبه عشان اللعيب ان انا أأثروا معايا انا؟ طب انا دلوقتي لما انا عندي خمس ست لعيبه اساسيين وكمان عندي ثلاث لعيبه مثلا رايحين دوري ممتاز انباعوا دوري ممتاز هيلعبوا معايا ازاي؟ من قوام الفرقه الاساسي. لا هتخش مباراه ازاي ب 13 14 لاعب يعني؟ ما هو برضه ايوه انا مش عارف يعني ايه الموقف يا جماعه وليه كده بتعملوا معانا كده؟ انا مش عارف. طيب يعني انا مش فاهم. انتوا الموقف ايه او بتفكروا في ايه او طلباتكم ايه؟ لحد دلوقتي والله احنا لسه بنفكر، احنا مش انا لحد دلوقتي ما خدناش قرار هنلعب الماتش ولا مش هنلعب الماتش. يعني ده اوبشن، يعني ده اختيار ان انت ممكن ما تلعبش الماتش. ما هو دلوقتي يعني مثلا العب ماتش واطلع بالفضيحه من الملعب شكلها بايخ اصلا، بلعب باسم النادي سمعه النادي والكلام ده كله، فالامور هتبقى صعبه. فاحنا لسه بنشوف، لسه بناخد قرار نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. حد رد عليكم في اتحاد الكوره في بخصوص هذا الامر وضح لكم؟ هم رد انا من الاول عشان رد انا في الثاني، الاولاني ما ردوش انا اصلا خالص. احنا بعتنا خطاب من بعد الجواب ده بيومين ثلاثه ما حدش رد علينا. انا بعت لهم دلوقتي حد رد علينا؟ ما انا مش فرقه من الفرق الكبار عشان يرد علي، ولا اهلي ولا زمالك عشان يرد علي. لا ما ينفعش يعني، ما كل واحد احنا بنلعب كاس مصر اصلا عشان كل الفرق يبقى عندها الفرصه والفرصه تبقى متساويه وكل فرق يبقى عندها طموح، ليه لا ما يبقاش انت كمان عندك طموح توصل لابعد نقطه وتاخد البطوله؟ ايوه انا عندي طموح وداخل الماتش اكسب واوصل للدور اللي بعد كده والدور اللي بعديه. طب انت ليه تلعبني بلعيبه مش موجوده معايا؟ ما انا كده انت قلت النهارده اي فرقه عندها ثلاثه دوليين مش موجودين الماتش بتاعها هيتاجل، طب انا عندي اكتر من 7 من 10 لعيبه مش موجودين هتاجل لي ماتشي؟ صحيح صحيح. يعني ما تاجل لي انا ماتش بقى خلاص بقى، انا ما عنديش لعيبه دلوقتي، اجل لي السنه الجديده. لعبني في شهر 9، ما هو فيش دوري في شهر 9. لعبني في بدايه السنه الجديده. كابتن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.